يا رب كل يعمل الشك في القناة يا رب يدخل الجنة وينجح كمان في المدرسة. يا جماعة ده بقى الملخص بتاع مسلسل ماي نيم. أول حاجة سألت عليها جيو أو أو هو موجين، زميلها قال لها إنه ما كانش موجود في المكان أصلا، بس في أربعة من النادي ماتوا وكان في آثار لمخدرات لونها أسود على الأرض، والكاميرات اللي في الشوارع ما ظهرتش حاجة ومحدش قال معلومة مفيدة. ولما هي بعتت رسالة لموجين ما ردش عليها لأنه في جنازة الأربعة اللي ماتوا من عصابة، بس هي كانت موجودة من بعيد وشافته. والنقيب راح علشان يقعد مع موجين وكان شمتان فيه وفي اللي مات وقال إن مصير الكلب زي صاحبه، بس جين قال له عمرك ما هتمسكني. والواد المغتصب ده عايز يدور على جيو او او ويقتلها، ومتضايق ان بعد ما وزعها مخدرات كتير محدش اشترى، وفي القسم عرفوا يجيبوا وش المغتصب وعرفوا انه كان مع العصابه زمان وان في حد مات من الاربع سنين من العصابه، عشان كده هو راجع ينتقم. جين طلب من المساعد انهم لازم يجيبوا المغتصب وينتقموا منه قبل ما العصابه تنهار. وفي القسم النقيب قال لهم يطلقوا سراح مانجو علشان يشوف جين هيعمل ايه، هيكون زي الطعم. بس جيو او او قالت ان بالاسلوب ده ناس كتير هيموتوا، فرد عليها وقال لها انه مش فارق معاه. بعتت رسالة لموجين تقول له ان مانجو هيخرج من السجن عشان يكون فخ ليه، وموجين هيقول للمساعد بتاعه على كل ده وهيقول له انه هيعمل نفسه مش عارف انه فخ. النقيب هيقول ان في حد من مساعدين موجين هيكون مع الشرطه. او جيو قالت الكلام ده لموجين طبعا، والمنظر ده هيكون فيه حرب عصابات قريب. او كانت بتراقب النقيب بس زميلها كان هيقفشها، بس هي عرفت تهرب منه، وهي ماشيه هتشوف عربيه مساعد موجين جنب النقيب، واتضح ان النقيب كان عامل فخ طول الوقت ده عشان يشوف مين الخاين وسطهم، وهيشك في جيو وهيقول لبيلدو يراقبها لانها من اول ما جاته المعلومات عماله تتسرب. هي اتصلت بموجين وقالت له انه اتعمل لها فخ وان المساعد بتاعه كان هناك، وقالت له ما يعملش حاجه لحد ما تتاكد. النقيب ادى الملف بتاع جيو او او لبيلدو عشان يكون حاطط عينه عليها، وطبعا الملف كله معلومات غلط. راحت المختبر عشان الرقم التعريفي للمسدس اللي قتل ابوها وحفظت الرقم في دماغها، وهتروح لقسم الاداره عشان تعرف، وكان معاها السكينه اللي هتقتل بيها اللي قتل ابوها. والنقيب قال لها ان المسدس ده كان بتاع ضابط من بتوع مكافحه المخدرات اللي مدى على ايد العصابه وهو لسه داخل الخدمه بقاله شهر. راحت وسالت موجين اذا كان قتله ضابط شرطه ولا لا، قال لها انهم ما بيقتلوش الشرطه وان النقيب عايز يقبض عليه من زمان، وقال لها ما تنخدعش بيه لان النقيب خبيث. مانجو خرج من السجن وراح للمغتصب الضابط بيلدو، طلب من جيو انه عايز يخرج معاها، بس هي قالت له انها مش فاضيه، ولما خرجت كان لسه بيراقبها، كانت بتراقب مانجو. وبيلدو دخل العربيه وقال لها انه ما ينفعش تكون لوحدها وهيروحوا سوا يراقبوا مانجو، هي عايزه تعرف مكان المغتصب فين وهيلاقوه فعلا، واتضح انه عارف انها بتراقبه وطلع رجالته عشان يضربوها هي وبيلدو. وعلى الناحية التانية موجين كان بياكل في مطعم صغير بياكل فيه على طول، كانت عصابة المغتصب برضو كانوا موجودين وكانوا بيضربوه. عصابة المغتصب مسكوا جاي وبيلدو وكتفوهم، وكان فرحان قوي اخيرا انه مسكها، وحط السكينة في رجلها واتصل برجالته وسألهم اذا كانوا قتلوا موجين ولا لسه، فموجين هو اللي رد عليه. راح المغتصب صور له جيو وبعت له الصورة، جيو قالت له يسيب بيلدو بس هم ضربوه اكتر، فهي قالت له انها هتموته، بس هو حطها هي وبيلدو في عربية وهو مكتفهم فيها في مفرمة العربيات، بس موجين انقذهم على اخر لحظة، بس الجهاز اشتغل تاني فهي قطعت السلك خالص والشرطه جت، بس جيو اغمى عليها من الوجع. موجين روح وكان مصاب بس عدت على خير، وقال للمساعد بتاعه ان جيو انقذتهم وهم في السفينه وعرضت نفسها للخطر وكان لازم يحميها دلوقتي. ودلوقتي جيو في العمليات، وبيلدو قال للنقيب انه واثق فيها، ودلوقتي كل ضباط المخدرات هيكون معاهم مسدسات. عصابه موجين مسكوا واحد من عصابه المغتصب وبداوا يعذبوه عشان يتكلم، والشرطه كانت بتقبض على كل الصراصير اللي بتشتغل عند العصابات عشان يعرفوا منهم اي معلومات. كلهم دلوقتي بيدوروا على المغتصب ومحدش عارف مكانه خالص، وجيو او او مش قادره تتخطى يوم موت ابوها. كل ده هي كانت لسه في المستشفى، بس بنته كان موجود وقال لها على اخته الصغيره وانها خرجت مع اصحابها عشان يحتفلوا وحد حط لها مخدر في مشروبها، ولما اخذت المشروب ماتت بسرعه لانها ما قدرتش تستحمل. هو مش عارف مين اللي عمل كده، وانه عايز يمسك كل افراد العصابات عشان يلاقي اللي عمل كده، وانه هيساعدها تنتقم لابوها. خرجت من المستشفى وراحت تاكل مع زميلها في الشغل في مطعم قدام البحر، ومساعد موجين كان بيراقبها وعايز ينقلها لمكان بعيد في بيت على الشاطئ عشان خايف عليها. موجين اتصل بيها وقال لها كده، قالت له انها هتكمل في الخطه بتاعتها، قال لها مش هينفع، راحت قفلت السكه في وشه. ولسه النقيب شاكك في جيو او او وحط رقمها تحت المراقبه، وكمان ايه هي الارقام اللي كانت بتكلمها الشهور اللي فاتت. هي زهقت ونزلت الشغل، والظابط اللي كان ماسك قضيه ابوها زمان حضر، وطبعا هي عرفته وهو يعرفها يعمل نفسه ما يعرفهاش. ولما دخل وقعد مع النقيب، النقيب ساله عن البنت اللي اسمها جيو اللي ابوها مات من خمس سنين. الظابط قال له انه ما يعرفش مكانها فين، وقال له انها اختفت خالص بعد اللي حصل. النقيب قال له ان المسدس اللي قتل ابوها ظهر. ولما خلص مع النقيب ونزل، جيو قالت له ليه ما قلتش حقيقتي قدام الكل، قال لها انه حاسس ان في حاجه مسليه بتحصل وهو مش عاوز يبوظها،
وقال ان النقيب من 5 سنين هو اللي دفن قضية ابوها، وبعد ما قالها كل ده سابها ومشي. راحت اخذت السلاح بتاعها، وبعدها الضابط ده راح قعد مع موجين واتضح انه مدمن المخدرات، وموجين خلى واحد من رجالته يقتل المحقق ده ويرميه في البحر. جيو راحت قعدت مع مانجو وسالته ان هو اللي بلغ عنها للمغتصب، قال لها ايوه، قالت له انها تقدر تقبض عليه دلوقتي حالا او تبلغ موجين عنه وتقول له ان السبب في موت 4 من رجالته. مانجو قال لها انه هينفذ ده اللي هي عاوزاه، ولما روحت اتصلت بموجين وقالت له ان المغتصب هيهرب بره البلد عن طريق مركب. المغتصب اتصل بالنقيب وقال له انه هيساعده يقبض على موجين لو ساعده يخرج بره البلد خالص. موجين راح يقابل المغتصب والشرطه كانت بتراقبهم، والعصابتين بداوا يضربوا في بعض، بيقتلوا في بعض حرفيا، وموجين بدا يضرب المغتصب، والشرطه اتدخلت عشان توقف المجزره دي، وموجين كان بيجري ورا المغتصب. جيو جت لموقع الضرب، وموجين كان بيضرب المغتصب والمغتصب ضربه بالسكينه جامد. النقيب كان شايف كل ده ومعناش حاجه، لكن جيو جت عشان تنقذ موجين، والمغتصب قال لها تضرب عليه النار بس هي ما قدرتش. وبلدو جه، موجين كان بيهرب ومساعده انقذه. جيو خافت المغتصب يفضحها قدام الكل فقتلته قدام بلدو. موجين كان مصاب جدا، والمساعد وقف في نص الطريق ونزل موجين، وموجين اخد معاه موبايل ومشي. وجيو في حاله صدمه بعد ما قتلت المغتصب، وشايفه دم في كل مكان ودايما بتتخيله وهو بيقتلها. بلدو جالها تحت البيت وجاب لها عصير، ولقاها ما اكلتش وما عندهاش اكل حتى في الثلاجه، وقال لها انه ما ينفعش تكون لوحدها النهارده، وقال لها ان شغلتهم صعبه ولازم يكون عندهم حاجات ممتعه عشان يخرجوا من الضغط ده. قالت له انها بتحب تقعد على البحر. قال لها انت كنت تعرفي اللي كان هيقتلنا؟ انا سمعته بيقول اسمي. قالت له انه حاول يغتصبها زمان بعد ما خدرها، وان الندبه اللي في ايدها دي هي اللي عورتها لنفسها ساعه الحادثه عشان تفوق من المخدر. قال لها هو ده الشخص اللي كنت عايزه تقبضي عليه؟ هي سكتت وما اتكلمتش، وبعدها نامت في مكانها، راح مغطيها ومشي. موجين صحي في مكان زي معبد كده، وصاحب المكان عالجه كمان. هو مستخبي هنا من الشرطه لان النقيب بيدور عليه في كل حته وعايز يمسكه بكل الطرق. جيو هيجي لها جواب في صوره ابوها وهو ظابط، واسم ابوها وهو ظابط هو نفس الاسم اللي النقيب قال لها انه مات بعد شهر من خدمته. هي جالها حاله صدمه وراحت لموجين وقالت له ان المغتصب بعت لها الصوره دي. موجين قال لها ان ابوها كان ظابط وكان جاسوس لصالح الشرطه، لكن بعد كده بقى مع العصابه وانقذ موجين من الموت. هي كانت مظلومه من كل حاجه بتحصل حواليها، وقال لها انه كان شاكك ان ابوها كان على علاقه بواحده، بس بعد كده اكتشف انه عنده بنت اللي هي جيو. قالت له ليه ما قالش ان ابوها ظابط؟ قال لها انه كان عايزها تكتشف كل حاجه بنفسها عشان تنتقم لموت ابوها. بلدو راح يسال في المعبد على موجين، بس صاحب المكان قال انه محدش بيجي المعبد في البرد. وجيو عرفت من موجين ان النقيب قتل ابوها لان ابوها بقى مع العصابه. بلدو راح قعد مع النقيب، والنقيب ساله لو لقيت اللي قتل اختك هتعمل ايه؟ قال له همسكه. قال له طب لو مفيش دليل هتعمل ايه؟ قال له طب لو جات لك الفرصه انك تقتله محدش هيشوفك. بلدو قال له انه مش هيقتله برضه. موجين اتصل بالمساعد بتاعه وقال له ان جيو شكلها مش هتقدر تكمل المهمه، وانت لازم تقتل النقيب. النقيب كان سكران جامد جدا، وبلدو وصله لحد شقته، بس كان في حد في شقه النقيب وبدا يطعنه جامد ومشي. وبعدها جت جيو وجايه تدخل لقت دم في المكان، والنقيب ضرب عليها النار. وبلدو سمع صوت ضرب النار ده وسالت النقيب هو عمل ايه في ابوها من 5 سنين؟ هو ما كانش مصدق ان دي جيو. قالت له انت قتلت ابويا عشان كان مع الشرطه وبعد كده خانك وبقى مع العصابه، بس هو اداها شنطه وقال لها اخرجي من هنا، ولقت في الشنطه صور ابوها مع موجين، وهتعرف من الورق ده ان ابوها كان ظابط لاخر دقيقه في حياته، وكان معاه جواب من ابوها. والنقيب قبل ما يموت قال لها شكرا عشان فضلتي عايشه. الجواب كان فيه رساله جميله قوي من ابوها، انه كان نفسه يشوفها متجوزه وسعيده، وانه اسف انه مش معاها دلوقتي، وانه بيحبها جدا. وكده نفهم ان اللي قتل ابوها هو موجين. اعصابها اتدمرت لانها كل الوقت ده كانت مع العدو وبتساعده كمان من غير ما تعرف، استغلها ابشع استغلال وحرقت الوشم بتاع العصابه اللي على جسمها. جاي راحت المستشفى ولقت بلدو موجود، وقال لها ان النقيب بقاله 4 ساعات في العمليات وشكله كده مش هيموت، وقال لها ان النقيب ضرب نار على المعتدي وهم كده هيلاقوه بسهوله. الرصاصه اللي جت فيها هي مساعد موجين هيقول له ان جايو كانت عند النقيب قبل ما يموت وشكلها عرفت الحقيقه ولازم تموت. بلدو كان بيحاول يجمع الخيوط كلها مع بعض. جايو او جمعت حاجتها عشان تمشي، لكن بيمسكها رجاله وبيحاولوا يقتلوها وهي بتضربه. وبيدخل مساعد موجين وبدا يستفزها بالكلام، وعرفت منه ان موجين هو اللي قتل ابوها فعلا، وبداوا يضربوا بعض وكانت بتعوره في كل حته في جسمه، وفي الاخر قتلته. والشرطه عرفوا ان موجين كان بيتعالج في المعبد وكانوا هيروحوا، بس لقوا موجين جاي بنفسه وجالها رساله من بلدو انهم اعتقلوا موجين، وفي التحقيق سالوا لي قتل النقيب والمختصر. موجين قال لهم هي الدنيا كده يا مفترس يا فايسه. جت جاي وسالتهم قبضتوا عليه ازاي؟ قالوا لها انه سلم نفسه، ولما دخلت وسالته قال لها عشان اثبت اني بريء، قالت له الجاسوس بتاعك مش هيقدر يخرجك من هنا، وبصمتك على السكينه اللي قتلت المختصر، انت خلاص انتهيت. وبعدها خرجت وشكرت بلدو ومشيت. وفي الكاميرات بتاعت المراقبه ظهرت عربيه جيو. جيو راحت لمخزن الادله واخدت السكينه اللي اتقتل بيها المغتصب، وفي اسم الشرطه عرفوا ان العربيه اللي ظهرت في كاميرات المراقبه بتاعت جيو او واتصلت بموجين وقالت له انها اخذت الدليل وكسرت الشريحه بتاعتها وجريت بسرعه من المبنى وهربت، وموجين خرج من غير اي تهم. بلدو كان في حاله صدمه لما اكتشف انها واحده من العصابه. موجين كان سلم نفسه عشان يختبرها، ومع ذلك هو ناوي برضه يقتلها. جيو رمت السكينه في البحر. موجين شاف المساعد بتاعه مقتول وعرف ان جيو خرجته من السجن عشان تقتله بنفسها، وهيقول لهم يستنوها لانها هتيجي لان هو هدف حق.
الحياه، هو كان مجهز لها بيت على البحر، بس اصلا في كل الحالات هو كان هيقتلها. بيلدو هيروح لشقه النقيب وهيلاقي تذاكر واقعه على الارض وبصماتها مش موجوده، وبدات تكلم رماد ابوها وتقول له انها لو كانت تعرف كل ده كانت حضنته بدل ما كرهته، وقالت له انها هترجع عشان تخلص كل ده. وهي ماشيه شافت في وشها بيلدو وكان بيجري وراها بالعربيه، وهي ما عرفتش تهرب منه وقبض عليها واخدها لاسم الشرطه. موجين عايزه تخرج من السجن وهيحاول يساعدها عشان تخرج لانها اكيد مستنياه يعمل كده. بيلدو راح يتكلم مع جي وقال لها انت قتلت النقيب عشان كان شاكك فيكي وانا وثقت فيكي. قالت له انها ما طعنتش النقيب، وقالت له انها لو قالت له الحقيقه هيصدقها. قال لها لا، وفي التحقيق سالها عن اسمها، اسمها الحقيقي. ما رضيتش تقول له على اسمها الحقيقي خالص لان هو كان قال لها ان هو مش هيصدقها. النقيب فاق من العمليه وما ماتش، ومساعده موجين راحت لجي وقالت لها ان موجين بيقول لها انه مش هيخليها تدخل السجن وهيخرجها وهياخدوها للمستشفى. النقيب اتصل ببيلدو وقال له تعالى. الممرضه بتاعه جيو او او دي كانت جيو انقذتها من الموت قبل كده، فاكرين في البدايه خالص. النقيب قال لبيلدو الحقيقه كلها وعرف انها ما طعنتش النقيب وان موجين خدعها طول الوقت ده. جيو كانت بتحاول تهرب بس الشرطه كانت بتضربها، بس هربت في الاخر. بس بيلدو هيلحقها وهيحاول يمنعها، والعصابه هتيجي وراهم بالعربيات وهتعرف تهرب هي وبيلدو من العصابه، وراحوا للشاطئ لانها بتحب الشاطئ جدا. وموجين حزين على موت المساعد بتاعه. بيلدو قال لجيو انهم لازم يقبضوا على موجين من غير قتل زي ما ابوها كان عايز، وهنرجع بالزمن وهنشوف مين اللي قتل ابو جيو وهو مساعد موجين. وموجين كان مجروح انه دايما بيتعرض للخيانه وكان عايز ينتقم من ابوها فيها. المحاميه بتاعت موجين قالت له ان الشرطه هتيجي تقبض عليه ولازم يهرب، بس هو كان مستني جيو تيجي وحصل عكس توقعاته. المحاميه بتاعت موجين مشيت خلاص لانها شايفه ان العصابه كده انتهت. بيلدو قال لجيو ان مهما حصل هو هيكون معاها وهيساعدها، وفجاه جه حد بره العربيه مقنع وقتل بيلدو. جيو اخذت المسدس ومشيت. طبعا ده كان تبع موجين وعمل كده عشان يستفز جيو عشان تروح له، وراحت فعلا لمقر موجين وبدا اتباعه يضربوها وهي تضربهم، وهو كان شايف كل ده في الكاميرا ومعاه السكينه ومستنيها، وهي شالت كل الرصاصه في المسدس ما عدا رصاصه واحده. بس كان في حارس قوي واقف بره مكتب موجين بيضرب فيها وهي قتلته، ودخلت لمكتب موجين وقال لها ان ابوها كان ضعيف وانه كان فريسه لكن هي مختلفه ومش جواها خوف، وسالها ليه كانت متردده في قتله. قالت له انها كانت عايزه تعيش زي البشر، وقالت له انه ثمن الانتقام انها تكون وحش زيه بالظبط. سالها انت قادره تكوني وحش؟ قالت له انه قتل اخر شخص فاهم اللي هي فيه وانها دلوقتي وحش بجد، وبداوا يضربوا بعض جامد جدا، بس هو عورها جامد في جسمها وهي مصممه على قتله. هما الاثنين قطعوا في جسم بعض ووقع من ايدها السكينه، بس عرفت تعكس ايده وتدخل السكينه جوه بطنه وطلب منها تطعنه، وطعنته فعلا لحد ما مات. واخذت المسدس ومشيت، وهي ماشيه كانت شايفه عربيات الاسعاف رايحه على هناك، بس هي كانت عماله تقع وتقوم من الوجع. وراحت تزور قبر ابوها وحطت صورتها مع صورته على القبر، وراحت تزور قبر بيلدو واخته وحطت لهم ورد ومشيت. وبكده احنا وصلنا لنهايه المسلسل، قولي رايكم في الكومنتات، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك للفيديو واشتراك في القناه بتاعت الاولانيه. يا رب يكون الفيديو المره دي عجبكم. السلام عليكم.